شقة 803، يمين الأسانسير أو في وش الأسانسير، 3 غرف. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم كل الشقق بيتم فرشها حاليا، يعني احنا بنصور أثناء تكملة فرش الشقة. نخش الشقة، يعني على إيدنا اليمين غرفة فيها دولاب وسرير كبير 150 كومودينو. طبعا المراوح كل الشقق زي ما اتفقنا كلها مراوح سقف. الشقة دي غرفة داخلية، فيها غرفة داخلية ليها شباك على المنور. ندخل الصالة، الصالة زي ما حضراتكم شايفين. ندخل من اليمين المطبخ أمريكان، طبعا طباز جديد، كل الأدوات جديدة بالكراتين بالمكياس كل حاجة. شقق عفش لم يستخدم من قبل، كل حاجة جديدة. ترابيزة سفرة، 6 كراسي، تلاجة، طقم الأنتريه، الشاشة. طبعا الشقة دي من الشقق المميزة جدا. ادي بلكونتها على البحر، حضراتكم شايفين المسافة ما بيننا وما بين البحر تقريبا دي. كراسي البلكونة، ندخل من الصالة نلاقي الحمام على ايدنا اليمين، كل حاجة فيه برضو جديدة، غسالة، بانيو، سخان، دش، مواسير. وعلى شمالنا بنلاقي غرفة فيها 2 سرير، 120، مراية، كومودينو، مروحة سقف. من المميز للشقة دي إن فيها شقتين على البحر زي ما حضراتكم شايفين. ده شباك الغرفة شايف البحر. ندخل للغرفة التالتة، دولاب، مروحة سقف، 2 سرير. الغرفة دي بقى من ضمن الحاجات المميزة كمان أكتر، إن فيها بلكونة وشباك. البلكونة بتاعتها شايفة البحر، غير بلكونة الصالة زي ما حضراتكم شايفين أهو شايفة البحر. أنا بصور من آخر البلكونة، والشباك بتاعها كمان شايف البحر. يعني أنا كده دلوقتي عند البلكونة وده الشباك بتاعها. تمام، دي شباك الأوضة كمان شايف البحر. دي شقة 803، 3 غرف ترى البحر، من الشقق المميزة جدا عندنا.